السلام عليكم العشران، محبي وعشاق الدراجات النارية أينما كنتم. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا موتو فلوغ اف كا. لأول مرة كيشوف الفيديوهات ديالنا يشترك في القناة. اليوم جيت لكم فيديو جديد على كيفاش تشري موطو مستعمل وشنو الحوايج اللي خاص تقلب فيه باش أنك ما تقولبش وما تطريطش وما تديش موتور مدقوق. هاد الحوايج غنهضرو عليهم نقطة بنقطة. إذا كنت أول مرة بغيتي تشري شي موطور مستعمل كنصحك تتبع معنا الفيديو الأخير. أول حاجة اللي خاصك ترد ليها البال بزاف بزاف إلا كنت غتشري موطور هي الوراق. الوراق ديال الموطور خاصهم يكونوا نفس الأرقام اللي كاينين في الوراق ديال الموطور وما اللي كاينين في السيري ديال الموطور باش ما يكونش الموطور مزور ولا شي حاجة. بحال هاد لي سيري هما نوريهم لكم. غتكونوا بحال هنايا تكونوا نفس الارقام متطابقين مع اللي في الوراق. هادي اول حاجة طرت لها البال هي انه تقارن بين الوراق وبين الكادر ديال الموتور واش نفس الارقام اللي كاينين في الموتور هما اللي كاينين في الوراق. بالنسبة للحاجة الثانية اللي هي خاصك طرت لها البال ودات أولوية وأهمية اللي هي الماكينة ديال الموتور. الماكينة ديال الموتور ضروري أنك تطالع لها مزيان وتقلب الماكينة ديال الموتور لأن الماكينة ديال الموتور هي الموتور كامل وهي بالدرجة الأولى اللي خاص تقلب. أول حاجة اللي خاص تقلب هي شحال ضرب هذا الموتور كيلومتراج. إذا كان كونتور عادي راه كتشوف ديك شحال الكيلومتراج هما شحال ضرب الموتور. الا كان ديجيتال كتخدم كونتاكت كيعطيك شحال ضرب الموتور. من بعد كتشوف الماكينه كامله كدور عليها بلاصه بلاصه واش خارج منها شي زيت واش شي حاجه. بعض المرات كيكون فيها الزيت ومضربين بهذا الكاريناج هذا. كتقلب الكيلاص واش خارج شي زيت من هنا شي زيت بين السيلندر والكيلاص من تحت ديال الموتور كامل وكتقلب الموتور. واهم حاجه كتقلب هي الفولون ديال الزيت. الا كان تخرج منه الزيت غير تفرق على داك الموتور بلا ما تشري اللي هي الفولون ديال الزيت. هو راه كيكون هنا كل تحت تيكون هنا كتشوف مزيان كتطور على الموتور كتشوف الكاربيراتور تاعي واش خارج منها شي زيت خارج منها شي حاجه كتبيرجي شي لعبه. واهم حاجه راه خاصك تجيب معاك صحابك تجيب معاك شي على الاقل واحد صاحبك ولا جوج صحابك لانه راه كيف ما تيقولوا ستات العينين حسنا من جوج العينين. تقدر شي حوايج ما تشوفهمش انت يكونوا في الموتور. من الاحسن انه تجيب معك صحابك وبما انك جيب معك الفلوس تقدر تقريسا تقدر وقع لك شي حاجه رد البال. من كيف ما قلنا كدور على الماكينه كامله سيلان كتشوف واش خارج شي زيت كله كدور عليه كاربيراتور حتى هي. بالنسبه للمونتور ديال الموتور واش خارج منهم شي زيت الا كانوا مفرقعين كيخرج منهم الزيت من هنا. قلب المونتوسور كاملين ما فيهمش الزيت ما فيهم والو ما خارجش. شوف المونتوسور ديال القدام حتى هما قلب بيري فيه الموتور مزيان هكا بغيتي تحط الفلوس كامل وتعطيها الرزق وتعطيها المال. يعني خاصك تشري حاجه مزيانه ماشي تقول بوريطك. تاني حاجه او ثالث حاجه اللي هي الكاريناج. الكاريناج كتشوف واش محلول واش هاد الكاريناج محلول طلع على لي فيسات كاملين. شوف واش شي فيس محلول كتقلب مزيان تبيري في الكاريناج كامل. قلب الكاريناج الموتور ديري فيه على خاطرك وشوف الموتور على خاطرك لانك كيف ما قلنا راه غادي تحط فيه فلوسك ماشي غادي يعطيك فابور.
من بعد كتشوف لي سينيال طوموش خدامين، جرب الطوال ديال الموتور. بعض المرات الموتور كتلقى خدام فيه غير الكود ما خدامش فيه الفار، جرب كود وفار، شوف لي السينيال كاملين واش خدامين. تبيري في الموتور ديالك اوكي. دابا بيري في الموتور، وقعت لك واحد المسألة اللي مهمة باش ما يكونش الموتور ديالك طاري عليه شي كسيدة او لا وقع به شي مشكل كتقلبو. كيفاش كتقلب الموتور؟ كيفاش تعرف الموتور بانه طاري ليه كسيدة ولا ما طاريش ليه؟ هو كجرب موتور، كتركب على الموتور سواء ركبتي عليه انت الموتور بوحدك او لا ركب معاك مول الموتور اللي غيبيه لك، نقدر يركب معاك ماشي مشكل. كتركب على الموتور كتيستيه، هنا غادي تيستيه الموتور تفاني به وطلق بيجك. لا بقى الموتور غادي سامبل ما كيعواش ما والو، الموتور راه مزيان. واحد الحاجة أخرى نسيناها مهدرناش عليها اللي هي الماكينة، خاصك تسمع الصوت ديال الماكينة واش الصوت ديالو ما فيه لا تقرقيب لا تكلام. الماكينة ما كتكلمش، الا بغيتي تسمع الشكل بغيتي تسمع الموتور مزيان كتحاول تسد الشكل. هنا كتسمع الصوت الشكل ما بيديك، تسمع الماكينة واش تسرسير ولا لا. او هادو من بين الحوايج لانه خاصك تقلب الا بغيتي تشري موتور مستعمل. هادو هما الحوايج اللي خاصك ترد لهم البال. حتى لهنا نتمنى الفيديو انه يكون نال اعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي عزاز عليكم، تنصحوا صحابكم اللي باغي يشري موتور اول مره انه يرد البال من هاد الحوايج هادو اللي ذكرنا في الفيديو. وما تنساوش شي كومنتار على اي حاجه بغيتو تعرفوها ولا اي اقتراح ديال الفيديو الجاي بغيتو نديروه. مرحبا بكم، نشوفكم في الفيديو الجاي. طلعوا.